من بعد ما شفت طرق مختلفة جدا في الطبخ عالميا ومحليا، زاد اشتهاقي اكتر ان اعرف الاكل ده كله جاي منين. فعشان كده بدأت رحلتي ان انا اروح وازور منتجين المواد الغذائية في بريطانيا وحول العالم، وبدأت الرحلة من هنا من لندن عشان اروح اشوف حاجة جديدة اسمها البحث عن الطعام او التعايش مع الطبيعة، واللي هتشوفها النهاردة ان انت ازاي تطلع من الطبيعة اكولات. وحان الان موعد الجولات مع ميكو. دولي لسه قاعدين هنا اصلا؟ انا مش قلت لهم عايز لوحدي وابقى بتكلم مع النيتشر وكده والطبيعة؟ ما تسيبونا بقى.